يقول: يوجد لي أخت تصورني بعشر سنوات، وهي متخلفة عقليا ولا تعلم من أمور هذه الدنيا شيئا، وقد توفي والدي منذ زمن، وأنا الآن أقوم برعايتها وأقوم بالإنفاق عليها، وهي كإحدى بناتي تماما. وأختي هذه تتقاضى مبلغا من المال سنويا من الدولة وقدره 5000 ريال. هل علي إثم إذا ما جمعته إلى مالي وأنفقت على الجميع من هذا وذاك؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا في إحسانك إلى أختك، لا سيما وأنها بحاجة إلى الإحسان لحالتها العقلية، وهذا أمر واجب عليك وتشكر عليه، ولك فيه الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأما ما يخصها من الدراهم التي تدفعها الدولة فهذا حق لها، تنفق عليها منه، وما زاد فإنك توفره لها وتبقيه لها، لأنها بحاجة إلى توفير المال وتنميته، لعل الله أن يجعل فيه البركة ويغنيها عن الناس في المستقبل. عليك أن توفر ما زاد عن نفقتها، تحتفظ به لها، ولا تضعه مع أموالك، تضيعه مع أموالك. نعم.